إذا كان قطاع العلم بخير فالبلد بيكون بخير. جيل التضحية هذا أنتوا اللي ربيتوا، جيل القوات المسلحة اللي قاتلت وكنتوا بالتوازي معهم، أنتوا جيل اللي قاتل بقطاع العلم. يعني فينا نقول في عنا كان جيش عربي سوري وكان عنا جيش علمي، أنتوا بتجسدوا. مثل ما بتعرفوا العملية التربوية ما بتنفصل عن العملية التعليمية، هن مترابطين مع بعض بشكل قوي، مثل ما البيت والمدرسة كمان ما بنقدر نفصلهم عن بعض، لأنه الاثنين حاملين رسالة سامية، رسالة بناء الإنسان. كنتوا نموذج حي للثبات وللاستمرار، واللي بيتمسك بمهنته الحقيقة هو متمسك بهويته ومتمسك بأرضه. المعلم أثبت أنه صاحب رسالة، رسالة علم، رسالة معرفة، رسالة تنوير. أنتوا بالنسبة لنا جيل يجسد فعلياً وجدان العلم وذاكرة الوطن.